يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، خرج كثير من الكتاب في الصحف يتكلمون عن هلال شهر رمضان وأنه كان خطأ في الرؤية، فما النصيحة لهؤلاء؟ هؤلاء لا يقبلون النصيحة، ولكن أنتم لا تلتفتوا إلى كلامهم، المسلمون على خير وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة الشهر 30 يوما، هذه سنة الرسول، نحن إن شاء الله نتمسك بها. أما هؤلاء فيقولون ويقولون ولا نلتفت إلى أقوالهم. نعم.